مشاهدينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف دكتور مهندس عادل بشارة خبير الطاقة المستدامة وتغير المناخ. بعد التحية، اليوم هو يوم الحلول، في رأيك كيف نستطيع أن نصل إلى ضمانات ملزمة للتعهدات التي قطعتها الدول الكبرى لدعم الدول النامية، خاصة على صعيد تمويل جهود التكيف، وشعار هذه القمة هو التنفيذ وأيضا الوفاء بالتعهدات؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. سؤال صعب. الحقيقة كيف يمكن إلزام الدول الكبيرة المتقدمة اللي تملك القدرات المالية والقدرات التقنية إن هم يلتزموا بالوعود اللي قطعوها على نفسهم بمحض إرادتهم في القمة وفي القمم السابقة؟ ده أمر يعني لغاية دلوقتي المجتمع الدولي كله بيناقشه، ازاي نعمل آلية لضمان الوفاء بالتعهدات. هو الحقيقة في شقين، الشق الأولاني وهو الشق خلينا نقول التضامني، في المسؤولية التضامنية للمجتمع الدولي بأن احنا لازم نشتغل كلنا مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، لكي ننقذ هذا الكوكب من الدمار لو استمر الحال في المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات القائم حاليا. الجميع أصبح هذا الأمر بالنسبة له واضح، ومن هنا ظهرت أهمية أن القمة دي خدت على عاتقها أنها ترفع شعار قمة التنفيذ، لأنه لو لم ندخل في مرحلة تطبيق والتنفيذ الحلول المقترحة الحقيقة ما حدش عارف احنا رايحين على فين فيما يخص الكوارث. طيب، أنا سوف أستأذن حضرتك في متابعة بعض فعاليات من الجلسة الآن، وثم نعود مرة أخرى مع حضرتك مرة أخرى. في هذا العمل، شكرا جزيلا. وعودة مرة أخرى للدكتور مهندس عادل بشارة خبير الطاقة المستدامة وتغير المناخ. يمكن حضرتك كنت تتحدث عن أن هناك مسؤولية تضامنية بين دول العالم والمجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات. أيوة فندم، لأنه الحقيقة مسألة عدم العدالة في تحمل تبعات أو الخسارة التي نجمت عن تغير المناخ، لانه الدول اللي لوثت هي الاقل ضررا من اثار تغير المناخ، والدول الفقيره هي الحقيقه المضاره بشده. وبالتالي ان لم تكن الحلول موجهه الى ما يعرف حاليا بالعداله المناخيه، وايضا في التعبير اللي استخدمه الدكتور شاكر وزير الكهرباء في مساله العداله في الطاقه، انا بسميها العداله الطاقيه، بمعنى انه الانرجيتك جاستس، ان ما كانش ده هيتم الالتزام به وتوفيره، فيبقى هنا هيبقى في مشكله في عدم التوازن ما بين الدول المتقدمه اللي لوثت تاريخيا وهي اللي تسببت في 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 تغير المناخ ونجم عنه كل المضار دي، والدول الفقيره اللي مش هتقدر لا تتكيف ولا تقلل ولا تطور من نفسها باستخدام الطاقة المتجددة اللي بقت الاتجاه الجديد في العالم كله. ومن هنا جت الكلام بتاع الدكتور محمود محي الدين، كان واضح جدا في هذا الاتجاه. يا اخوانا لازم نضمن التمويل، والحقيقه هو حط شويه مقترحات. صحيح، هو كمان يعني اكد ان ضعف الوعي بتهديدات التغير المناخي ده من شانه انه يعطل التنفيذ الفعال للعمل المناخي، يعني اكد على اهميه رفع الوعي بالتغير المناخي بشكل كبير. هو استهل كلامه الحقيقه بمساله الوعي وبعدين نقل على التمويل، وانا متفق معاه ومع حضرتك في اهميه الوعي، اهميه الوعي على مستوى المواطن العادي. المواطن العادي دلوقتي وقبل ما كان نبدا في ان احنا يعني خلينا نقول نركز للاستعداد لقمه المناخ في شرم الشيخ والفعاليات ونقلها المباشر والحي، خلى الناس بدات شويه تتشد وشويه تتفاعل وشويه تتسال. ان ما كانش احنا هنظهر للمواطن
ان احنا جميعا سبب المشكله، وان احنا جميعا لازم نكون جزء من الحل. وبالتالي طب انا كنت سببت في المشكله ازاي؟ ايوه، لان الطاقه كانت زمان رخيصه، وكنا بنولع الانوار ونولع التكييفات ونسيب الشبابيك. لما كنا بنسقع كنا بنفتح الشباك والتكييف شغال عشان ندخل شويه هواء سخن، علشان احنا اصبحنا لابسين خفيف وسقعنا من التكييف. هذا الكلام النهارده بقى جنان، بقى نوع من الـ من الـ خلينا اقول ايه، من العته. يعني حضرتك ترى ان الجميع مشارك في ازمه التغير المناخي، الجميع احنا كلنا تسببنا فيها يا فندم، بالاهدار الطاقه واهدار الميه واهدار الموارد الطبيعيه والتلوث اللي عملناه في الميه في الميه الجوفيه، وايضا التلوث اللي عملناه بالاسمده وبالمبيدات الحشريه. كل ده يا فندم النهارده احنا بندفع ثمنه. صحيح. الثمن ده ان ما كنتش النهارده هابدا ارشد وابقى عاقل في تصرفاتي مع المصادر الطبيعيه، الاجيال الجايه هو ده الهدف من قمه المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وهو الوفاء بالتعهدات وايضا التمويل اللازم لحل مشكله التغير المناخي على مستوى العالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا الدكتور مهندس عادل بشاره خبير الطاقه المستدامه وتغير المناخ.